السلام عليكم أخوتي المغاربة، كالعادة حميد يعود إليكم. ولو أن اليوم ما كانش صراحة ما كانش لا داعي، ما كانش دعوة للتدخل، فقط شفت شي مسائل وبغيت نتقاسمها معكم. قبل قليل كنت كنشوف واحد، انا كنهضر على الناس اللي كيمشيو مع المظاهر، شفت واحد الفيديو، واحد دوكيمونتير على واحد دولة من الدول ديال روسيا السابقة الاتحاد السوفيتي، فيهم كلهم يخان في الاخر. وحدة منهم صعيب باش قرد خيستان قر 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 قر، ما كتقدرش تعقل عليها كاع. على عين القصة ديال اللي كنشوف انا، عرفتي البادية في ظروف صعبة والثلج ودوك الناس اللي عايشين غير في القياطن، وهذه واحد السيدة يعني تعرفت عليها داك الطاقم ديال اللي داير داك البرنامج، كتبان لك انسانة عادية عروبية مسكينة، حوايج ديال البلاد وجهها يعني لا حالتها ولا يعني. وحدة منهم تقول معمر ماتيماتيسيان، إنسانة رياضية ماشي الرياضة، ماتيماتيسيان في عهد الاتحاد السوفيتي، كانت تخصصت هي في برمجة الكمبيوتر، كانت كتصاوب ديال برامج خاصة للإحصائيات أنا كنعطي غير مثال، هذيك الإنسان من تشوفها، أي إنسان يشوفها في الأول غادي يقول هي واحد مسكينة فلاحة، كتعرفي وكتحلب في عودة السطل وكتحلب في العودة، يعني تقول واحد الإنسان عمرها وداكشي اللي في مخها ما في مخيش وما في مخكش أنت السي هذا اللي غنتكلم عليه من بعد. أو ميم طون البارح شفت اليوم شفت في العشية شفت واحد البرنامج ديال فرانس 24 كدير واحد ما بقيتش عاقل واش قديم هو ريسون ولكن فوقتاش بالضبط والله ما رديت البال. كان ديك الساعه تنظن يلاه بشي 10 السوايع باش داز ولا على واحد البرنامج على القضايا المغاربيه، تطرقوا على الساتيليت وتطرقوا على قضايا اللي كتجبدوا نقطه، وكيتكلم كان مغربي كان جزائري وكان واحد سوليكس من موريتانيا. المهم طرقوا للموضوع ديال دوك، انا اللي عجبني الحال هو ان دوك يعني الجزائري والمغربي تقريبا نفس النظره نفس الرؤيه نفس التحليل معقول، اش بغينا بالساتيليت؟ المغربي قال منين قالت انا قلت وقيل الجزائر غيقول لا نفس القضيه، قال لك حنا جامع كيبنيو جامع كيقلدوا المغرب بنا اكبر مسجد هما تيبنيو، واش بغينا الجامع؟ قال لك الجوامع كثار بنيو سبيطارات بنيو مدارس بنيو جامعات، ومعقوله هاد الهضره كنشوفوها معقوله. وصلت واحد النقطه كتخص موريتانيا، نقطة كتخص موريتانيا وبدات بهذاك الموريتاني بطبيعة الحال لأن كتهمو بلادو هذيك، على واحد البلوغا واحد المدون في اليوتيوب دار شي حاجة على الدين ولا على الإسلام ولا على الرسول، وتحكم المحكمة الموريتانية حكمت عليه بعامين، ولكن خرجت مظاهرات يطالبون بالإعدام ديالو، خصو يتعدم. والغريب في الامر هو ان ذاك الصحفي المتواجد في الديار الفرنسيه دوله الحريه ودوله اللي حيدت الاعدام وحيدت الاعدام في القتل، هذا ماشي في الدين، انسان قتل انسان ما كتعطيه مؤبد، والمؤبد عندهم راه كيعرفوها الناس اللي هنا راه 15 عام هذاك هو المؤبد. هذا الانسان انا هذا خص تنزع عليه الاقامه في فرنسا، لان قال لك خصنا حنا ونبينا واشرف المخلوقات وهذه وعايرو، ولو انه وكيعاودها ولو انه قدم اعتذار
وقال سمحوا لي غلط لا خصو يتعدم، ما فيهاش المناقشه. هادو هما الناس ديال الكربون، الناس ديال الكربون. وهذا الشيء علاش كنقول لك الانسان ملي كيمشي في واحد المعتقد، خويا المواطن انا ماشي ضد المعتقدات، ولكن كن على يقين بان الدين وديك الطقوس تحد من قدراتك الفكريه، ان الا محرم عليك تفكر في واحد القضيه ولا تشك في واحد القضيه وخصك تصدقها كما هي نزلات بدون طرح اسئله، ما تخدمش المخ ديالك، ما تقولش ياك ما كاينه شي حاجه تما، ياك ماشي حاجه غلطه، ما عندكش الحق. اذا هذا كتقلص من الدور ديال الفكر. كل الديانات، كل المعتقدات كاين ما بغات تكون، الا كتامن بها وبالطقوس ديالها، غسل يديك دير هنا، قول بسم الله دير هنا. اذا الا ما درتش هذه المسائل راه ما خاطئ عندي داك الشيء كاع كامل. ونقدر نتساءل، ما عنديش الحق نتساءل بان علاش ندير هادي، علاش ما نديرش هادي، علاش. المهم الناس اللي غير اللي باستطاعتهم الفهم، لان ماشي كلشي غيفهم هذه القضيه. و او ميم طون قريت غير الساموي دابا شويه، واحد 10 دقائق قريت واحد الجمعيه مغربيه كتنبه بالنقصان ديال المراحل العموميه في المغرب. كتندد بعدم وجود المراحل العموميه. واش عباد الله، الله يرحم والديكم، واش انسان اللي كابر في النظافه واللي كابر في، واش هذيك المراحل يقدر يدخل لها الانسان؟ انت شوف المراحل ديال المقاهي، ديال المقهى اللي خصوصيه نورمالمون، كاين كاع اللي عنده الساروت كتخلص باش يعطيك الساروت، باش ولا في لوطيلات ولا، واش هذيك المراحل يقدر يستعملها الانسان؟ لا يمكن. انا افضل قضاء حاجيتي في شي غابه ولا وما ندخلش. وهذا كيذكرني في واحد الرحله كنا مشينا للمغرب وراجعين، وكانت محطه ديال الوقود والاستراحه او ميم طون، وجلسنا كناكلوا شويه نشربوا قهوه بينما الانسان كيرتاح شويه من عناء الطريق. وقفت واحد الحافله جايه من المغرب كلهم مغاربه، ولا لا يحضركم، لا يحضركم بالله، ان هذيك القهوه كيفاش ولات ريستو قهوه، اش غنقول لك؟ يعني بنادم كيتغدى في لي طواليت كيهز رجلو فوق لاف، داك لافابو ما مديورش لداكشي، وداك الما كيسيل في الارض وتجلخات الدنيا، وبنادم كياخذ الكاغيط ديال الطواليت حاشاكم كيديه معاي حيت فابور لقاه تما، ما نهضروش على كيجلس في القهوه الطابله وكيجبد ميكا فيها الزيتون، ما يكونسومي حتى حاجه، هو ياكل غير الزيتون والخبز. كيجيو الفرنساويات السيد قاعد الله يرحمه، ديك البلاصه راه كتساوي فلوس، يجي واحد عرفتي مشى هذاك المصيبه ديال داك الكار، وهضرنا مع دوك الناس قال لك نيفيدا يعني بالالمانيه جامي جامي كار مغربي يوقف، ما يوقفش عندنا. سير اخويا دير ليسونس في جهه اخرى ولا المازوت ولا ما توقفش هنا نهائيا، او اللي يدير المازوت وما ينزل تحت، ولا كيشرطوها كيكتبوها في الباب بور لي ماروكان، ما غيسربكش ما يسربكش، بقى في الكار ديالك اخويا، كل داك الزيتون ديالك في الكار. وحنا فين؟ وعلى واحد الاخ، ما سيدي زكري، انسان شرير من الناس اللي علقوا غير الصامون دابا، يعني ما بقى شي ربع ساعه هذه باش حيدتو الطاو، يعني ماشي كيسبني انا، كيسب الاخ اللي في الطليان والدراري اللي في الامريكان، والمهم الناس اللي هنا في اوروبا، ما تدخلوش للمغرب. وبلا ما نقول الكلام الساقط،
ما بغيتش ندخل للمغرب، وانا متيقن دوك الناس حتى واحد فيهم على قلت فين نمشي يا اسبانيا وحدك ورخص من المغرب، تركيا هي حدايا، اوروبا الشرقيه من بولونيا جبد للفوق نص الربع ديال داكشي اللي كيتقام عليا ليه كتقام عليا هنا في دوله، ومازال ندير لك التصويرات تشوف الفرق يا مسكين. وباش نقارن هذا الانسان مع ناس، ها انت كتشوف خلق ربي الريوس. تحيه خالصه لواحد الانسانه كنحييها، ما نقدرش نقول الاسم ديالها، نقدر نقول لو بريمون ديالها ليلى، على تعاطفها وتفهمها بزاف المسائل الايضاحات، وكنستافدوا منها. وكما كنقول اخوتي المغاربه، هذا هو الفرق، الفم اللي يقول الزمر يقدر يقول التمر، الا قلتي التمر ما عمرك ما تلقى العيب ولا يتعيبوا معك، ولا كتقول الزمر راه يتعيب معك كلشي. كنتمنى على الله اليوم نكون خفيف على قلوبكم، لنا لقاء الى استدعت الوقت. تحيه خالصه والى اللقاء، شكرا.